نعم نحتفل اليوم في جامعة القدس وفلسطين كلها معنا مع شعب الكويت بمناسبة العيد الوطني 62 لدولة الكويت والذكرى 32 لعيد التحرير لنعبر عن شكرنا وتقديرنا ووفائنا وحبنا وامتناننا للكويت أميرا وحكومة وشعبا ممتنين لدولة الكويت دوام التقدم والازدهار. إن هذه الاحتفالية من قلب مدينة القدس ومن جامعة القدس جامعة الكل الفلسطيني لها محطة وفاء واجبة لأهل الوفاء في الكويت والوفاء والخير والإنسانية ومنبر نعبر من خلاله عن عظيم اعتزازنا وافتخارنا ومحبتنا وتقديرنا للكويت دولة وشعبا. القدس تجمعنا والكويت بيتنا. جامعة القدس وخفية القدس فلسطين شهداء فلسطين. قلت يا أقصى سلاما قال هل عاد صلاح؟ قلت حبيب يرتجي منك السماح. قال والدمع يفيض هدني طعن الرماح هدني ظلم يهود وقد كان ذاك في كل الساح. يا أيها الأحباء في هذه المناسبة ونتمنى من كل الدول العربية الشقيقة أن تتعلم من الكويت أن البوصلة يجب أن تكون نحو فلسطين ونحو القدس. عاشت فلسطين وعاشت الكويت. باسم محافظة القدس وباسم محافظها أخي عدنان غيث جئنا لنكون مع الأشقاء في الكويت في فرحتهم. لم تحجبنا حجم المعاناة ولا صرخة الأطفال في الأقصى وفي نابلس وفي كل مكان وهذا الظلم إلى زوال.